رانيا منصور، برحب بيكي النهارده في الحفل لتكريم للراحل يوسف شاهين. ايه اكتر افلام كنت بتحبها؟ لا، افلام يوسف شاهين كلها انا بحبها بصراحه. بحب اسكندريه ليه، وبحب المهاجر، مش عارفه افتكر اسماء، بس اسماء يعني افلام يوسف شاهين طبعا افلام مهمه، ومهم ان احنا طبعا نكرم الفنان الكبير يوسف شاهين. دايما متألقة في أعمالك، عايز أعرف بتستقبلي إزاي ردود الأفعال؟ بنبسط يعني لما بيكون ردود أفعال إيجابية، أكيد طبعا بتبسطني، وأكيد أي فنان بتبسطه ردود الأفعال الإيجابية. ردود الأفعال السلبية بحاول أستقبلها، يعني أفهم سبب الانتقاد يعني، وبطور من نفسي لو في حاجة ممكن أقدر أعملها يعني. منتظرين إيه من الجديد؟ في فيلم سينما جديد، هو مفاجأة إن شاء الله، بس يعني مش عايزة أقول ما هي دي المفاجأة بقى. لا، هو دور جديد ومختلف، وأنا أصلا بقالي فترة طويلة بستنى إن أنا أعمل سينما، وكان بيترد عليا حاجات بس ما كنتش بوافق، لأنه يعني مش هو ده اللي أنا عايزة أعمله. أنا عملت فيلم سينما وحيد، فالدور ده ما ينفعش أرفضه يعني، فإن شاء الله يبقى مفاجأة. عن الجونة، واتفرجتي على ايه، واخبار الجونة ايه معاك؟ اتفرجت على يوم للدين طبعا، الفيلم المصري، فيلم حلو جدا، ومبسوطة ان هو كان في مهرجان كان، وحقيقي الفيلم فعلا يستاهل ان هو يكون في مهرجان كان، وان هو يمثل مصر في مهرجانات دولية. للأسف النهاردة فاتني الافلام، بس بكرة ان شاء الله هتفرج. ميرسي ليكي وبشكرك. شكرا جدا.